اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. خليها سمك النهارده، ولكن السمك اسئله كتير على السوشيال ميديا. ايه موضوع سمك التعابين؟ سمك التعابين مش التعابين اللي التعابين التعابين، لا، السمك ده نوع، التعابين دي نوع من انواع السمك طبعا لطيفه وجميله، وانا شخصيا بحبها، احب اكلها مقليه، بتبقى لطيفه وكريسبي لطيفه. النهارده اعملها مع الرز برام، يعني طاجن مع الرز كده، نشوف نعملها مع بعض ازاي، والرز ياخد طعم التعابين بالفليفر والتوابل. معانا الكابوريا النهارده، هنعملها صينيه في الفرن، صينيه الكابوريا بالخضار مع بصل ومعاه فلفل الوان ومعاه كزبره خضراء وفيها حب كمان، ازاي نعملها وتبقى الكابوريا فيها الطعم اللطيف ونقزقز كابوريا. معانا سلطه البطاطس النهارده بالكزبره والمايونيز، هنشوف نعملها مع بعض ازاي. يعني انا كنت ممكن اقدم سلطه الطحينه، ممكن اقدم سلطات اخرى، سلطه البنجر مع السيفود، ولكن حبيت النهارده سلطه البطاطس بالمايونيز عشان الاطفال يحبوها جنب السيفود. حلقتي فيها تفاصيل كتيره النهارده، فيها معلومه غير معلومه، واحنا بنعمل سمك التعابين النهارده بناء على رغبه الساده المشاهدين اللي بيتواصلوا معانا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من خلال السوشيال ميديا. تعالوا نعمل سلطه البطاطس الحلوه لأطفالنا الحلوين بالمايونيز مع البقدونس، هنشوف نعملها مع بعض ازاي. ممكن نعملها قالب، نعملها سلطة، يعني مش كل يوم بطاطس مقلية. حلو الكلام؟ مقاديرها على الشاشة، بطاطس سلطة بالمايونيز، ايوه، بقدونس وفلفل وزيت زيتون وعصير ليمون ومايونيز. طيب، دايما الشيف المغازي بيطلع لنا بالبطاطس مسلوقة بالقشرة بتاعتها ومتقشرة، دي مدرستي. ليه؟ أنا إن أنا أسلق البطاطس بالقشرة بتاعتها، يا إخوانا يا حبايبي يا كل أحبائي على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، عشان أحافظ على النشويات والكربوهيدرات اللي موجودة في البطاطس. من الأخطاء الشائعة إن إحنا نمسك البطاطساية نقشرها ونقطعها مكعبات ونسلقها في مية، وأكتر بقى يعني الحاجات اللي ممكن تزعل الواحد نصفي مية البطاطس. إيه ده؟ ده ينفع الكلام ده؟ ما ينفعش. عايزه تسلقيها بعد ما تقشريها تبقى تحط عيار الميه على عيار البطاطس بالظبط، يبقى البطاطس تهرسيها في قلب ميتها، هي نفس المدرسه. بس منين بقى الكلام ده؟ لازم تكوني عارفه مقاس الميه ونسبه الميه بتاعه سلق البطاطس. انا بوجع قلبي في الكلام والنصايح، علشان لما بشوف حاجه بزعل. البطاطس ما تتسلقش في ميه وتترمي ميتها، والمكرونه ما تتسلقش في ميه وتترمي ميتها. نستفيد بالميه في البشاميل، نستخدمها في الصوصات الوايت صوص، في صلصه الطماطم، ده المفروض. ونسلق الميه في شويه ميه على قدها بالظبط، على كميه المكرونه، ده المطلوب. تعالوا نقطع البطاطس دي كده بالشكل ده كده مكعبات. زي الفل. وبعدين لما تبرد تتحكمي في تقطيعتها. وبعدين اقول لك على فكره حلوه، البطاطس لو انت سلقتيها بالقشره تحطها في الثلاجه تقعد معاكي يوم واثنين وثلاثه، تستخدمها زي ما انت عايزه وهي بقشرتها، تقشريها كانك لسه سلقاها. انصحك انك لما تسلقي بطاطس كميه يعني وعايزه تعمليها لاولادك بيحبوها سلطه، بيحبوها مع المايونيز، يحبوها مع البوريه، يحبوها مع الكفته، احتفظي بالكميه الباقيه من سلق البطاطس بالقشره، وبعدين تقشريها وقت ما تحبي تستخدميها. بتعملي طبق شوربه، بدل ما تحطي نشا وتحطي دي في قلب الشوربه يلكمنا وما نعرفش نكمل الطبق، جيبي بطاطسيه صغيره بشريها وحطها في قلب الشوربه، هتديكي نفس المعنى ان هي تدي قوام للشوربه. بطاطس بتتقطع هي بالشكل ده كده مكعبات. دي سلطه البطاطس بالمايونيز، من الحاجات اللي هي بتبقى على الطاولة وعلى السفرة في أكلات الأسماك، زي الطحينة، زي التومية، زي بابا غنوج. بالشكل ده كده. طب أعرف إن البطاطس اتسلقت إزاي يا شيف؟ ده كلام حلو أوي. هي على النار بتسليها، ولكن يفضل إنك تغسليها طبعًا كويس قبل ما تحطيها في المية على النار، وتسليها. بعد ما تسليها بشوكة كده بتضربيها في قلبها، دخلت الشوكة بسهولة، اعرف ان هي ايه، استوت وزي الفل. اما عيار يعني وقت التايم بتاع سلق البطاطس نص ساعة على النار، اذا كانت البطاطس
متوسطه الحجم زي اللي معايا دي كده اهو. البطاطس ما تحبش النار الشديده، هي غليت سيبها على نار هاديه بقى. حلو الكلام؟ اه. ما تفتكرش انت لما تعلي النار كتير قوي البطاطس هتستوي معاك بسرعه. خلي بالك، نشيل كل ده هنا وتعالوا نغرف سلطه البطاطس دي بطريقه حلوه تعجبك. اللهم صل على النبي. نجيب لها سرفيس حلو كده. نعم والله الكابوريا في الفرن، حابب نطلعها نطلعها، انا ما عنديش مشكله، بس سيبها شويه. ده مايونيز. الله، انا بعشق المايونيز مع البطاطس او سلطه الروس سلاط. ايه الروس سلاط يا عم الشيف؟ بطاطس وبسله، ممكن نحط لها جزر مع بيض ومايونيز، بقدونس مفروم. حط بقدونس زي ما انت عايز، بس مش الجذور بتاعت البقدونس او العروق بتاعته، ورق البقدونس مش العروق. والبقدونس يا اختي يتغسل، ده ليمون، والبقدونس يتغسل قبل التقطيع مش بعد التقطيع، ده مهم جدا على فكرة. حلو، نحط زيت زيتون. بسم الله الرحمن الرحيم. زيت زيتون يعني بالكمية العادية، وزودي شوية زيت الزيتون. على فكرة زيت الزيتون بيعالج الإمساك، في إمساك. طبق فول حلو غرقيه زيت زيتون، هتدعيلي. في إمساك ناكل التين، ناكل الزبيب، نقزقز الزبيب كده واحنا قاعدين بنتفرج على القناه الاولى. دي بهارات. انا بتكلم على الحاجات اللي بتعالج الامساك. شويه الملح التمام. نعم حاضر يا غالي، طلع لك الكابوريا. والله بص انا هي استوت، بس انا عارف انك عايز تغازلها. ارجع دي ورا شويه. شفت بقى انت علمتني ايه؟ وناخد الكابوريا في الخط. السلطه شكلها حلو، المايونيز هنا بيلم كل ده، بيغلف البطاطس بالمايونيز، بتشيل من التتبيله الحلوه. اهو ايه الحلاوه دي؟ افيد من ان احنا نقليها ونحمرها في الزيت يعني. ايه رايك؟ مره كده ومره كده، انا شخصيا بحب البطاطس المحمره. واحبها تتعمل في البيت، ما تبقاش اللي هي جايه في اكياس. ما بحبهاش دي، انا احب البطاطس اللي هي تتقشر وتتقطع صوابع وتتقلي في الزيت. زي الفل. حاضر يا فندم. تعالوا نغرف السلطه الحلوه بتاعتنا دي كده هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ممكن مع شويه خس، مع شويه جرجير. الف هنا وشفا. السفره بتاعت النهارده فوسفوريه، ولكن فوسفوريه بالمدرسه المغازيه. كابوريا صينيه، شفنا التكنيك العالي والتفاصيل الدقيقه اللي عملها، وعملنا الرز أو التعابين المدفونة في الرز، ده المسمى بتاعها، أو برام الرز بالتعابين. وعملنا سلطة بطاطس بالمايونيز لأولادنا الحلوين بألف هنا وشفا. التكلفة دي موجودة ودي موجودة، ولكن حسب عدد أفراد الأسرة بنشتري الكمية اللي احنا حابينها. يعني نقول مع بعض بصوت عالي وبثقة، رؤية فن إبداع، بتشوفوا كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من ماس بيرو. We'll be right back.